فإذا كان أنك تكون تحت رجلين أمك هذه منزلة توصلك الجنة، أنك تضمها وأنك تبوسها وأنك تعبر لها عن مشاعرك. بعض الناس محروم، يمكن مر عليه يوم يومين ثلاثة عشرة شهر ما قال لهم أحبك ولا دعا له دعوة مباركة. يا أخي حتى لو هاوشتك أمك قالت لك مثلا خلنا نقول أنت ما تفهم، بعض الأمهات قوية شخصية ولسانها شوي، أنت ما تفهم يا اللي فيك ما يخطيك يا الحمار، أنا أحسن حمارة، أنا حمارين مو حمار واحد على قولة أحد المشايخ. أبد اقبل كل كلام أمك وعبر لها يا أخي، عبر لها عن مشاعرك يا أخي. حرام أنك تعيش مع أمك 30-40 سنة تموت أمك حتى من الكلام الطيب ما شبعت. يا سلام، عبر لها بالشعر، يعني عبر لها بالكلام، عبر لها، ادخل بدعوة اطلع بدعوة. أنا أقول يا أخوان شوف أمك الحين، شوف أم علي الله يطول في عمرها وعمار أماتنا على طاعته يا رب، ويرحم الميتات من أمهات المسلمين. لا قلت لها وصينا، قالت الصلاة، والله أن يوفقك، يا وصية بخير يا دعاء، يا وصية بخير، والله العظيم جل توفيقنا، كل توفيقنا بعد توفيق الله عز وجل دعوات أمهاتنا. لا تجي تقول أنا ذكي جبت قدرات 99 من ذاك الآن. يوم رحت قالت أمك الله يوفقك، رح الله ييسر لك كل صعب، هذه الدعوات تفك المغاليق. فما تستاهل أمنا الكلام الزين. أنا بقول لكم شغلة، يعني معلش بشطح بك حاجة غريبة. تخيل واحد يغازل له وحدة، واحد يغازل وحدة حرام ولا حلال؟ يغازل على ملكه بحرام، هل يا قلبي هل يا روح هل يا عمري هل... ما في كلمة زينة ما يختارها. وامه نعم ايه خلاص جبت الأغراض، مو بصحيح يا اخوان. مرأة بالحرام تتبسط وزين وكلام، ولا زوجتك ولا بنيتك، ما نقول لا، زوجتك وبنيتك خلك رقيق وخلك سمح وخلك حبيب معهم وخل لسانك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. طيب أمك هي أفقر الناس لكلامك الطيب؟ مو بصحيح. أغنى شخص يجب أن تشبع أمك، تشبع عاطفتها وتشبع مسامعها وتشبع عيونها بالشيء الزين، بالكلام الزين، بالفعل الزين. أشبع أمك يا ولد يا ملك، قالت يا سعد، قلت أنت لبيه، غير لما تقول ها، يا ما يجوز. يا سلام، يقول أحد السلف يعني اختلف مع امي ولا مع ابوي، قال ولا معنى عليهما، ما ادري ولا معنى عليهما، يعني نعل امك وابوك لو يتكلم النعل ويتجادل وياك على مساله وش الصح الغلط، نعل امك تبديه هو الصح مو انت. يا الله، يقول ولا معنى عليهما، فما بالك الرجال اللي محرومه الامه من الكلمه الطيبه. هلا يمه، هلا، صبحها بدعاء، بوسه على راسها وعلى يدها، وكل يوم ترى الدعاء طيب. يا ملك شفت هلا، الله يسعد لي هالوجه، الله يسعد، الله يخليك سليم، الله يطول عمرك، الله، الدعاء طيب، هو يتبادلك بدعاء اعظم. والله انا اقول هالسر هذا، ان اعظم توفيق الابناء من دعاء الاباء والامهات، اعظم توفيق للابناء واعظم خذلان. اذا شفت رجال مولي مدحدر ضايع وامه وابوه حيين، اعرف ان في بلا في علاقته مع والديه. يا سلام، فاللطف مع الوالدين والله انها مرتبه عاليه جدا ومطلب شرعي ومن أبر البر. الله يوفقنا وياك. الله يبيض وجهك شيخ أحمد على الكلمات الطيبة. أنا بشغلكم، بقوم وبجلس، لكن يا إخواني هالموضوع يحتاج كذا. أقوم معك أنا. لا أبد، جاك تسلم، الله يبيض وجهك. نواف بن فرزان تفضل معي. استاهل تحية يا شباب. يا مرحبا نواف، أهلا وسهلا، حي الله الجميل. هلا وغلا، يلا حي، هلا. هلا والله، الله يحييك. طيب شلونك يا نواف؟ مساك مرتاح؟ طيب من طال حولك. وش تبي تقول لامك؟ اقول الله يجعلني فداها ويطول عمرها على الصحه والعافيه ان شاء الله. امين. وباذن الله اني ارجع لك يومها بالشيء اللي تبغين وتمنينه من هذا المكان، بما انك طبعا امي الله يطول عمرها تعبت معي من كثر ما انا عاطل، كل ما قدمت على وظيفه قالت بشره من قبلتك، قلت لا باقي، ذاك نواف قلت باقي، فقعدت 3 سنين. فيوم جيت ذاك اليوم الجمعة قلت لي ابشرك ان قبلت شيء احسن من الوظيفه ان شاء الله في رزق. قالت وش هو؟ قلت البرنامج الواقع. يا الله، قالت روح الله ينور دربك. يا سلام، هذه اخر كلمه قالتها ولا اثنين؟ هذه من قبلت. ويوم جيت هنا وانقبلت اللهم لك الحمد وبشرتها بالجوال. قالت انقبلت نهائي؟ قلت لا باقي في تصويت. قالت لحو، يعني ما تنفرح افرح فيك. قلت باذن الله. جاء التصويت كل يوم، ها بشر بشر بشر، ما جاء التصويت الا الساعه 3 بالليل وهي عايزه ترقد. الله يطول عمرها، تنتظر النتيجه. ايوه، يوم علمتها فبكي معي بكى لا اله الا الله. قالت تروح الحين؟ قلت لهم معي امي. قالت والله تروح الحين. فانا اقول من هذا المكان ان شاء الله يمه اني ارجع لك بالشيء اللي يرضيك يا رب، وان الله يفتح لي الرزق.
في البرنامج وغير البرنامج بإذن الله. يا كريم، ثق يا نواف أن دعوات أمك لك بالوظيفة راح يستجيبها رب العالمين بإذن الله. وترى اليوم يا أخواني ترى قد من الناس اللي يتابعونا من أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات، ترى ممكن من يجي ويعرض عليك وظيفة. أنا أذكر في برنامج المدهال واحد، يعني هذا كلام عام 1434 في قناة الواقع. إيه ما شاء الله. أي والله، أول ما طلعت أنا طبعا دخلت وأنا أصلا متوظف، أول ما طلعت من البرنامج يجيني اتصال من أحد الشركات المعروفة، كان واحد الرعاة، والله العظيم أني أعرض عليه وظيفة وبراتب عالي، بس ما كنت أقدر لأني كنت وقتها في مكة لين استقريت في الرياض. فأقصد من هذا الكلام أنه مرات ترى دعوات والدين والله أن توصل بإذن الله. بإذن الله. قريب بعيد توصل، يعني توصل بإذن الله. نواف، أول ما حزمت الحقائب ومتوجه لقناة الواقع، وش كانت آخر كلمة سمعتها من أمك؟ تفاجأت منها كلام واجد، لكن نهايتها قالت الله ينور دربك ويحقق مبتغاك وترجعنا بدل أنت مبسوط. قلت يا سلام يا سلام يا سلام، ودك تشوفها؟ هي موجودة. أنت ودك تشوفها؟ ودي الله العظيم، مو ودي يا شيخ، هي موجودة. تبي تشوفها؟ اي والله ابغى. بالبرايم ولا بدون؟ كلها، انا في يوم يبغى اشوفها. طيب ان شاء الله تبي تشوفها قريب باذن الله. باذن الله. باذن الله. ولا اتصال يكفي؟ هي موجوده ولا انت تبي تشوفها ولا تبي اتصال؟ ابغى اشوفها. طيب لو قال لك تشوفها وما عاد ترجع؟ الله يصير معي. انت وعد امك بانك ترجع وتحقق اللي تبي. لا ما عليك، اضبط امور وارجع. يعني ضبط الاداره يعني. هم بيقدرون باذن الله. هم بيقدرون ان شاء الله، مو مقصرين. طيب جاهز يا اخواني؟ كنترول، تطلع ولا تبي تكلم؟ يا الله يرحم ابوك، يبغى الله يبيتك. انا والله ما ادري. انت بتطلع تبي تكلم؟ لا بطلع. لا والله كلم اول. اذا موجوده ما احتاج اكلمها، بروح اقابلها. اتكلم اول ثم نشوف. تم على خشمي. يلا سلام عليكم يا ابن نواف. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، حياك الله يا ابن نواف. خذ الاتصال معك يا نواف. امك تسمع. الله يبقيك ويسلمك يا امي، ايش حالك؟ طيب الله يسلمك، كيفك يا نواف؟ انا بخير لك الخير. وش حالك انت بخير؟ انا اقول يا مرحبا يا امي، وحي هالصوت، صوتك بحد ذاته بعمري سعاده. الله. وش حالك يا امي؟ انت طيبه؟ طيبه الحمد لله. كيف صحتك انت بخير؟ بخير الحمد لله، اخبارك انت طيب؟ ابشرك على ما تحبين، احنا هنا مبسوطين والشباب كلهم مبسوطين يسلمون عليك، وباذن الله اني اعود لك وانا رافع راسك باذن الله. ان شاء الله الله يسعدك ويستر امرك وامر زملائك يا رب العالمين. امين امين يا رب. كيفك انت طيبه؟ كيف اخواني وابوي؟ بخير الحمد لله، اخبارك انت؟ عساك طيب. ام نواف تسمحين لي بسؤال يا ام نواف؟ يا هلا والله. ترى ولدك يقول يبي يطلع يبي يشوفك، ما يبي يكمل البرنامج، ايش رايك فيه؟ لا ان شاء الله يكمل وفعل التوفيق هو الزملاء باذن الله. باذن الله على قسمي تطلع. اذا موجود بطلع. انت اشحنت الله يسلمك. طيب ام نواف اعطيني كذا موقف النواف ما تنسينا، سواء هو صغير ولا هو كبير، كذا موقف عالق بالذاكره. والله ما عندي موقف، ما نواف الله يسلمك. دائما الامهات ما يذكرون مواقف ابنائهم، سبحان الله ينسون، ما ودهم يعلمون. يوم تعبت والله بالمستشفى وولدت ولدي الصغير، هو اللي وقف معي، هو اللي وداني وجابني، هو اللي كان معي. الله يخلي لك ويحفظه، وان شاء الله ان يرجع لك قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا رب. وهو ان شاء الله يحقق الشيء اللي انت تبينه باذن الله. كلمتك الاخيره لولدك نواف والمتسابقين جميعا اخوانه. ان شاء الله الله يحقق لهم كل ما يتمنون ويسعدهم يا رب. اللهم امين، الله يسمع منك يا رب يا رب يا رب. وانت بيلك على صحتك، تكفين يا رب. انا ما عاد الا شهر ان شاء الله، ولا شهر وعليه وانا عندكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله، الله يحسن لك مكان عسير يا رب. بيض الله وجهك يا نواف، تبي تقول كلمه اخيره نواف؟ وياك. اقول انت بيلك يا امه بالشيء اللي علمتك به تكفي. خلاص ابشر ابشر، انا طيب وبخير والله الحمد لله، انا طيبين. وياك يا رب. بيض الله وجهك، شكرا لك يا نواف. وياك الله يحفظك. في امان الكريم. نواف سامحني بالسؤال ده، والله اللي ما ودي اني اساله، لكن لا لا حلالك ابو غلط. جعلني والله ما عدمك. وياك. أنت من جيت وأنت متأثر، أنت ذكرت موقف معين ولا إيش؟ يا أخي صوت المطار يلم الحالة هو يأثر على الواحد. قبل الصوت؟ قبل الصوت، لكن الموقف اللي يحزني
وانا باقي صغير يمكن عمري 14 13 كنت سامري برا انا واخوي تعرف باقي صغار والواحد بعينه ما يصير الا متى ما يكون بس لكن كنت باقي وقالت امي لي الساعه 12 انت موجودين قلنا ابشري من خوفها طبعا أيوه. عليك وما جينا يمكن للساعه 2 وجينا تعبانين ورقدنا عند السياره عند الباب وهي الدق الدق ما مرت يا الله تحسبنا جانا شيء احنا واقفين ورا البيت بالسياره من التعب رقدنا في السياره فدقت على المستشفى والمستشفى ذا كلهم كان فيه قال ويا جانا اثنين اخوان جاهم حادث فتحسب ان احنا اخوي يا الله ما تدري احنا ورا البيت يا الله انهارت ايوه ابوي كان مسافر فقعدت تبكي في الحوش وانهارت ولا احد عندها ولا نسيت الموقف ولا نسيت ما ادري ايش ربي خلينا اصحى وادق اخوي قلت دخلنا خلينا بنفس اللحظه ايوه قلت خافت تجي تخاصمنا ندخل في الحوش تبكي يا احلى بكت زياده شفت احنا بخير قلت انا دقت المستشفى قلت لا مو بيومي احنا يمكن ناس ثاني لكن بشرك احنا بخير وحين رقدنا وعذرينا وما ادري ايش وصار اللي صار ذاك اليوم ندمت ذاك اليوم اني سمرت وطلعت من البيت الله يطول بعمرك الله يخليها لك نواف ويرزقك ان شاء الله البر فيها بيض الله وجهك يا نواف وجهك ابو غالي تحيه يا شباب شباب ناخذ اللي بعده على طول ايش رايكم؟ كنترول طيب اخذه